مبروك مرة تانية للنادي الأهلي، مبروك لوليد، مبروك لكل الفريق إن شاء الله. زي ما قلنا خطوة على يعني نهاية مشوار الدوري، 8 نقاط إن شاء الله تفصل النادي الأهلي على الفوز بالرقم 42 الدوري 42. مبروك تاني النادي الأهلي، إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل على المستوى، على مستوى التكتيك، على مستوى الأداء، وطبعا المحافظة على النتائج الجيدة جدا النادي الأهلي بيستمر فيها في مسابقة الدوري العام.